الاهلي طلع للدوري الالماني صخره دفاع حقيقيه، سمير كمونه اللي لما احترف في كايزر سلاوترن لعب ضد البايرن وعارف شخصيته وعارف شخصيه الاهلي، فراي سمير كمونه مهم. ايه رايك؟ لا هو التشكيل متوازن قوي، ان هو ممكن بيعمل زي اقول لك يعني ايه، عايز يعمل زياده عدديه موسيماني في نص الملعب عشان ما حدش يخترقه ويوصل للمدافعين لعيبه النادي الاهلي. هو شال طاهر محمد طاهر وحط اليو ديانج. ما هو عايز يلعب شبه ثلاثه في نص الملعب او واحد قدام الاثنين زي شبه راس مثلث كده، ايوه ليبرو في عشان نص الملعب مثلا. الثغرات اللي موجوده ويبدا نص الملعب يا مهيب يبقى ثلاثه 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 في نص الملعب، حتى الاثنين اللي قدام الشحات و مين تاني؟ شحات. بص حبيبي، الشناوي، هاني، بنون، اشرف، معلول، سليه، ديانج، فتحي، الشحات، قفشه، بواليا. يعني قفشه وشحات هيرجعوا ارتداد سريع في نص الملعب في حاله الكره لما يكون عند الاهلي، كله هيبقى تحت الكوره. كده لما تمام. تزود لعيب في نص الملعب زي ديانج عنده سرعه وعنده قوه وانقضاض كويس على الكوره، بيمسك كويس، بيقدر يستخلص الكوره، هو بيلعب على دي. لان ديانج ما بداش الماتش الاولاني، كان بيلعب جيم مفتوح، انما دلوقتي قدر ان هو يحط ديانج. هو عايز اقول لك اللي هيفك الشفره بتاعت اللعب في نص الملعب بالنسبه لباير، لان النادي الاهلي عنده مشكله دلوقتي ان هو ما بيضغطش ضغط 100%، هو عايز يطفي. يعني النادي الاهلي ما بيضغطش على اللعيبه 100% دلوقتي، بيعتمد على الهجمات من الاطراف ومن العمق يعني الشغل الفني اللي لو اتكلمنا هنقعد فتره. انما هيلعب 4-3-2-1، رأيك ايه؟ طريقة مناسبة؟ 4-3-2-1 اه طبعا مناسبه، مناسبه يعني تتناسب مع المنافس ومع المباراه. يعني الكابتن سمير كمونه بيتكلم طبعا بحكم ان هو مدرب، بيتكلم عن مواجهه بكره امام البايرن عن طريق الامور الفنيه، مواجهه الاهلي بثلاثه في وسط الملعب. موسيماني حفظ اللعيبه خلاص، سواء بيلعب باثنين في نص الملعب او ثلاثه، فحفظ اللعيبه وحفظ كمان الادوار. لعب مباراه الدحيل بنفس الشكل اثنين وثلاثه، فاوريدي لعيبه النادي الاهلي السيناريو ده حافظاه، السيناريو ده حافظاه. طيب ده الكابتن سمير كمونة.